الله الرحمن الرحيم. ورد إلينا سؤال بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، تقول السائلة: هل يجوز لي وضع مصاحيق في نهار رمضان؟ فنقول بالله التوفيق أن وضع المصاحيق عامة وبوجه عام جائزة ما دامت هي للزوج ولا حرج فيها، أما وضعها في نهار رمضان فنقول إذا كانت مما يتحلل ويصل طعمه إلى الحلق وهو ما يسمى بالروج فقد فسد الصوم وعليها القضاء، أما إذا كان لا يتحلل ولا يصل طعمه إلى الحلق فلا شيء في صيامها. وينبغي أن نؤكد أن شهر رمضان شهر العبادة والورع، وترك هذه الأشياء من باب أولى مخافة على الصوم هذا، والله أعلم.